بونجور، السلام عليكم الزول في الهوان. ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة، ان شاء الله تكونوا بيان، ان شاء الله تكونوا بخير. نبداو صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. خاوتي انا اليوم انا الصباح راني 9 دروك، انا نخرج على 11. انا حبيت ندير قاطولية باللوز. انا رحيت اللوز اللي عندي وهذا اللي شريته في فلاش في الشاشي. دوك هذا اللوز اللي عندي انايا ودرت له جنجلان. ديكور خاوتي فوالا، انا ندير هنا دوك نشوف واش حال يديني. انا رفت زوج بيضات، كاس حليب، نص كاس لاخر اسمه كاس الزبده مع شويه الزيت. ذوبت الزبده هذيك تاعي كي شغل فيها الملح بزاف، هذيك تاع كيفاش يقولوا لها صحيه، مهم صحيه الزبده هذيك. فوالا درت الزبده هذيك ودرت شويه الزيت، كملت بالزيت. انا واش حنديرها بخوتي، نديرها زوج بيضات ونديرها بنانة ونديرها شويه تمر. فوالا هادو هما لي زاستوس لي نديرهم هنايا خياتي. فوالا ما ندير والو، فهمتوني كيفاش. وانا نشرب في القهوه تاعي، عارف توجو صيام متقطع. وانا نروح نجيب نشعل البلا، نشعل الفول ونجيب البلا فين نديرها تاع اللوز كاع يتيك خالتي مع لا ليفير. صح لا فاني ما ندير لهاش الملح. ديكور خاوتي دوك نرجع لكم حبوباتي. انا هذا هو لومو اللي اخترته ولا تاعي صغير. وانا نبدا دروك خواتاتي معاكم. فوالا انا ندير زوج بيضات ومن موراكم تشوفوا راني شعلت الفوق. هادي صحيه خالصية، هادي صحيه كلش صحي. ونزيد نقشر حبابة بنانة ونقطعها. واليوم ناكلها هكا تطلع السكر. على بالكم هذيك خطره لي شريت اربعه، كليت وحده. هذه تقدري تاكلي نص سي بون. دروك انا ندير بها الكاطو خاوتي. فوالا جو في ان كاطو، كي شغل ان كاطو كبيره ما تضرنيش. نرفد 100 غرام. فوالا كي نحب هكا، كي نحب الصيام متقطع نوض هكا صباح ناكل حبه. فوالا خاوتي وانا ندير فوالا. معليش انا باسكو درتو بالحليب هذاك، درت الحليب هنايا من بعد درتو. وانا واش ندير، ندير شويه ماء. على بالكم انا ما حبيتش ندير مربى باش تعطي لها الكو، باش تعطي لها، انا ما حبيتش خوتي. وانا ندير تمر. فوالا ندير التمر وندير لافاني. كي شغل شي حاجه لي تطلع ولا، فهمتوني خوتي. فوالا حنحرك هادوما ونزيد الحليب. هادو درت الدش ان شاشي ادمي، فهمتوني. هذا نحيد شويه فيه. اليوم هادي نديرها ليا باللوز كاع يديك خاوتي. غدوه ولا غير غدوه وقيله غدوه الاربعاء نقعد في الدار ولا ما على بالي، نسيت كاع. انا نشوف انا الماركي كلش في البورطابل خاوتي، سي بوغ سا. انا اليوم عندي دونتيست خاوتي وبليجي من خلال ما نقدرش ما نروحش. Thank you.
فوالا دوك نرفد المغرفة الكوشة راني شعلتها ونبدا في اللوز فوالا اوه جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة دوك نشوف خاوتي دوك نزيد خمارات فوالا ندير جوج خمارات قلت لكم ما درتش الملح باسكو درت دهان هذاك فيه السكر دوك نشوف خاوتي واقيلا فيه رقيق وهو ماشي فرينه اللوز دونك انا حبيت يجي تجيني شويه يابسه فهمتوني كيفاش دوك نشوف الا جات رقيقه ولا جات دوك خاوتي نحركو باش كدا كيجي القوام تاعو انا حابه نزيدو شويه ولا نخلي هكا ولا سي با لا بين نزيد ندورو نزيدو شويه باسكو هاو اللوز معليش تجي يابسة فهمتوني كيفاش انا حبيتها هكايا شويه ثقيله فوالا فوالا راكم تشوفو نورمالمون خاوتي انا ما درت لها السكر فوالا هذا هو القوام ما كان لا فرينه لا تحت حاجة فيها خاوتي فوالا فوالا القوام تاعها فوالا دوكا انا نديرها هكايا في المول غادي نخليها ليا برك خاوتي ناكل شويه شويه برك فيها ماشي كل يوم ناكل جوز نديرها كونجيلاتور ونجبد شويه شويه داكو خاوتي نخلي شويه شويه كي تخلص نجبد ما يصرا لها والو ها خاوتي نحنها كاع ما نخليهش معليش لصق اللوز على بالكم اللوز كيفاش يحكم معليش فوالا كل خياتي باش نرجع ليكم انا حبيت نزينها غير بهذوما عندي شوكولا شوكولا نوار بصح حبيت نزينها بهذوما معليش يحبطوا خاوتي معليش نورمال هكذا كي نمدو سيرتو كي تقسميها هكا فوالا هادو ملح على ريجيم تاعي خا
اوكي انا خلاص والفت والفت الصيام وبريت من هذاك الاستيحاء تاع الخبز والاخر، نسيت كاع الخبز خاوتي، اعطاني 3 ايام قتلني قتلني خاوتي. انا نتبع الاخر يقولوا يعطي الاخر اسمه الفشال، يعطي الاخر اسمه ما يرقدش انسان. نجيب 3 تاع صباح خاوتي وراسي تفلق، وهذاك كاع يديك الخبز اللي دار لي هكاياك، وزاد ما ناكلش بزاف، زعما كون ناكل بزاف بالك نقول فهمتوني خاوتي، ناكل جوج شريحات هكايا. دوك نحيت كلش، عديت 3 ايام دوك حبست الخبز، بديت ريجيم لو 10 خياتي. فوالا لو كاطو تاعي بالك مانيش حافه تشوفوها ولا لا، لا هايك لو كاطو تاعي، حنديرها طيب ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم داكور خياتي، وانا باسكو راني نخرج ان شاء الله نلقاكم بسلامه.